العظيم. صدق الله العظيم. أرحب بكم جميعا وبالمنصة الكريمة، وأنا شخصيا قادم الآن من اجتماع مع معالي النقيب العام الأستاذ سامح عاشور نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب. أنقل لكم تحياته وكل دعمه لهذا الفريق من المحاميات أو المحامون. فالنقابة العامة لن تتأخر لحظة في دعم الفرق الرياضية، ونتمنى لكم التوفيق. لأول مرة كما قرأت أن يتم اللعب إن شاء الله في كأس مصر، نتمنى ونطمع أن يحصل هذا الفريق على كأس مصر بإذن الله، وهتبقى نقطة تحول كبيرة بالإيمان وبالعرق وبالتمرينات الرياضية. نستطيع أن نحصل على هذا الكأس، وهو مطمع أو طموح نتمنى تحقيقه. وأحب أبلغ زملائي الذين يلعبون في فريق كرة القدم أنني أنا أصلاً أشوى الإيد ورجل، وكنت بلعب وينج شمال في فريق المنيا في الثمانينات. الكلام ده فعلاً حقيقة، ولعبت في فريق جامعة القاهرة ثم فريق قطاع البترول ودوري الشركات سنوات طويلة، إلى أن وصلنا إلى مرحلة نلعب فيها دلوقتي مش كرة قدم، بيلي مسافات طويلة. فبالتالي إن شاء الله المحاميات بالنسبة لفرق الكاراتيه وكل الفرق الأخرى كل الدعم ليكم إن شاء الله. ونقابة المحامين منذ سنوات طويلة لم تطرق هذا الباب ولم تكن طرفا في أي لعبة رياضية، تأخرنا كثيرا، حان الوقت للشباب أن يقود المرحلة الرياضية وأن يستطيع بإذن الله وبجهودكم وجهود الواعدين منكم أن يكون لنا فرق تصل إلى الدوري وبدرجات متقدمة كبيرة. وكل الفرق التي نراها في الدوري وخاصة في كرة القدم بدأت من الصفر، بعض الفرق الرياضية كانت في درجة ثالثة واستطاعت أن تقفز قفزة رياضية كبيرة. كل الشكر والتقدير للقائمين على هذا اللقاء، ونتمنى إن شاء الله أن نلتقي سويا ونحتفل بفوزكم إن شاء الله، لأن الشباب هو عماد الأمة، الشباب هو الذي يستطيع أن يبني هذا الوطن. وإذا أردت أن تحكم على أمة فانظر إلى شبابها، فأنا أرى أمامي شباب وشابات واعدات وواعدين، حقيقة لكم كل التقدير والاحترام والتبجيل. وأنا لا أسعد ولا أرى نفسي سعيدا إلا بين الشباب، فعليكم أن تقودوا العمل الرياضي في نقابة المحامين، عليكم أن تكونوا فعلا مؤمنين بهذه اللعبة واللعبات التي تتم، عليكم جميعا أن تكونوا متكاتفين متعاضدين متوحدين، لأن بالعلم والمال والرياضة هي الصخرة التي تتحطم عليها الشهوات. فبالتالي وكما قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، فعليكم جميعا أن تتزودوا بكل الرياضات، لأن الرياضة حقيقة هي الواعدة وهي القادمة بقوة في وطننا الكبير. والدولة ووزير الشباب والرياضة يرعى ويدعم الرياضة، فعلينا جميعا أن نكون عند حسن ظن كل هؤلاء. عشتم للرياضة
وعشتم للمحاماة وعشتم للوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.